كشفت إدارة قضاء بعقوبة عن استمرار عزوف أهالي ديالا عن التقديم على وظيفة المختار رغم وجود 50 درجة للتعيين بهذه الوظيفة في عموم القضاء، حيث يرجح مراقبون أن الهواجس الأمنية والخوف من استهدافهم رغم التطمينات التي قدمت لهم من قبل القيادات الأمنية. أكثر من 50 مختار شاغر بعض مناطق قضاء معقوبة، عزوف من قبل المواطنين كعمل كمختارين في هذه المناطق، بالنتيجة سبب إرباك للعمل داخل منظومة المختارين. عزوف المختارين لأسباب عديدة، من ضمنها هي التهديدات الإرهابية التي حدثت في السنوات السابقة، وهناك هاجس خوف من قبل المواطنين كون المختار هو عضو ضبط قضائي حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. عدد من المختارين كشفوا للتغيير تلقيهم تهديدات وتفجير بيوتهم رغم عدم شمولهم بالرواتب والحماية وحتى تصريح لحمل السلاح. تهديدات وتفجرت بيوتنا تفجرت بيوتنا وتهديدات ذبونا يعني خلونا وها ولا يوجد راتب لا يوجد سلاح لنا كل شيء ما فرينا يعني المختار ما منطينا حقه نريد حقوق حالنا حال دوائر الدولة. أنا أحد إحنا المختار هو أحد أعضاء الضبط القضائي، المختار له دور إيه ما لا يوجد كل شيء لا حماية لا عنده مثل حصا مثل ما يقول حصانة يعني سلاح ما عنده يعني سلاح بيته ما عنده يعني هاي ما يصير هيك. الخوف من التصفية الجسدية وعمليات القتل أهم الأسباب التي منعت أهالي ديالى من التقديم على عمل المختار الذي يشكل حلقة رئيسية في الضبط القضائي. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.